في خبر مختلف، 40 عاما مرت على رحيل الفنان المصري عبد الحليم حافظ الذي ترك للأجيال فنا ما يزال صداه يتردد حتى يومنا هذا. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة. كان عندليب الصوت والعمر، فتوفي عن 49 عاما بعد أن عانى بمعظمها من مرض أصابه في الكبد وأصاب محبيه بالفقد. عبد الحليم حافظ الفنان المصري الذي وضع اسمه بين أساطير الفن العربي، ولا زال صوته يجول في الأذان عابراً للأجيال عصياً على النسيان. غنى عبد الحليم كلمات لنخبة من الشعراء العرب، في مقدمتهم حسين السيد وكامل الشناوي وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد شفيق كامل، كما غنى من كلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني الذي قدم له 2 من أجمل القصائد الفصحى المغنى في تاريخ الأغنية العربية، قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء. صانع السينما في مصر التقط كذلك رسالة من عبد الحليم، لكنها كانت من فوق الماء، فقدم العندليب الأسمر 10 أفلام لمكتبة السينما العربية مع نخبة من عمالقة الشاشة الرمادية. في 40 الرحيل لا يزال الصوت حياً، فالموت غيب جسد عبد الحليم، لكنه لم يستطع محو صوته وإنتاجه الإبداعي من ذاكرة متذوقي الفن العربي جيلاً بعد جيل.